لأول مرة الأوقاف بتعلن انطلاق مقارئ ومجالس الإفتاء للسيدات في المساجد. حلوة دي، حلوة دي، ودي الصورة اهي. طب نحاول بقى نفهم أكتر عن هذا الموضوع. معانا على التليفون دكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتور هشام، أهلا بيك. أهلا ومرحبا بيك أستاذ بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. عايزين نفهم أكتر على مسألة المقارئ ومجالس الإفتاء للسيدات بالمساجد. أي مساجد اللي هيبقى فيها هذه المقارئ ومجالس الإفتاء؟ وتفاصيل بقى. تمام، انا عايز اقول لحضرتك بس احنا بعد شهر رمضان المبارك وكنا شفنا رجوع الدروس الدينيه، كان عندنا درس العصر وخاطره العشاء وتم فتح المساجد الكبرى وتعمل بطاقه قوتها، فتم التوجيه من معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف باداء الدروس الدينيه والخاطره بعد شهر رمضان المبارك، وبناء عليه تم مخاطبه المديريات والاستعداد لهذا الامر. بيكون في درس عصر يوميا من الحد للخميس، المساجد اللي فيها اكثر من امام وفيها خاطره العشاء وفيها درس الواعظات والمحفظات، المساجد اللي فيها امام واحد بيبقى فيها درس عصر ثلاث ايام في الاسبوع حد ثلاث خميس، وخاطره العشاء ايضا اثنين وثلاث واربع مع دروس الواعظات والمحفظات. لكن الجديد في هذا الامر زي ما معاليك قلت ان في حاجه اسمها مقارئ للسيدات، يمكن ده اول مره يحصل في وزاره الاوقاف ان في مقرأه تكون للسيدات عشان خاطر مثال فضليات لما محتاجين حد يراجعوا عليه وحد يحفظه منه. فاحنا ان شاء الله باذن الله بادئين باول 10 مقارئ في القاهره باذن الله، 10 مساجد، كل المسجد هتبقى في الايام محدده عندنا عشان خاطر برضه مراعاه للظروف، في ايام في يوم الاربع، في يوم الاثنين، في يوم الخميس، حسب ظروف المسجد وحسب طبيعه الزوار. ان شاء الله باذن الله سيتم الانطلاق النهارده. انطلق شيء ولاول مره برضه في وزارة الأوقاف النهاردة، انطلاق مجالس الإفتاء للمرأة المسلمة، انطلقت النهاردة في بالقاهرة مجالس الإفتاء النهاردة، وكان فيه وشفنا إقبال كبير جدا النهاردة من السيدات الفضليات في أول أربع مجالس إفتاء في قضايا المرأة وشؤونها الخاصة. وطبعا المرأة بتبقى محتاجة حد مثلها عشان في قضايا كثيرة جدا بيبقى في راحة وفي تبادل لما تبقى سيدة مع سيدة. فهم كانوا النهارده مبسوطين جدا خالص وعرضوا الاسئله في منتهى السهوله واليسر، واطمئنوا ان في فكر وسطي مستنير تقوده وزاره الاوقاف من خلال الواعظات ومن خلال حرص الواعظات على النصيحه والقول اللين وسعه الصدر والاستماع بكل هاجه. وعايز اقول لحضرتك برضه مجالس الافتاء النهارده انطلقت كلها النهارده في القاهره، يمكن كان في مساجد كثيره، يمكن كان في مسجد سيدنا الامام الحسين وسيدنا عمرو بن العاص ومساجد كبيره جدا النهارده في القاهره وغير القاهره انطلقت مجالس الافتاء. طب يا دكتور، الطمع في الخير طمع محمود، مش كده ولا ايه؟ نعم صحيح. طيب انا بقى مش عايز العشر مساجد بس بتوع القاهره، يعني اعمل عايزين كده في اسكندريه وعايزين في القليوبيه والغربيه ومنيا، خش علينا يا دكتور. الجمهوريه يا فندم، ده على مستوى الجمهوريه، المقاله دي هتكون على مستوى الجمهوريه، احنا بنقول بس كاول انطلاقه بس النهارده، لكن على في كل مساجد الجمهوريه وعلى مستوى الجمهوريه ان شاء الله باذن الله هيكون في مقارئ للواعظات للسيدات، وهيكون ان شاء الله مقرئه. احنا يمكن الواعظه النهارده عندنا اصبحت المراه اصبحت واعظه واصبحت مقرئه واصبحت مفتيه في قضايا رائع المرأة. وده ان شاء الله هيكون على مستوى الجمهوريه باذن الله. وهيبقى في يعني ليها جدول زمن يا دكتور تم تحديده؟ اي يا فندم، احنا كل يوم المسجد بيبقى مذكور في الواعظه اللي هتكون موجوده باسمها ومكتوب في الموعد، يعني مثلا حلو. انا 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 فاهم ده، لا انا كان غرضي حاجه تانية، كنت بقصد انه جدول زمني للانتشار في عموم الجمهوريه. احنا يوميا بعد المقابلات والتجهيز احنا يوميا بننشر اسماء المساجد والاماكن بتاعتها على مستوى الجمهوريه. احنا عندنا يعني نشاط صيفي على مستوى عالي جدا، وفي حق الطفل الموسم الثقافي الصيفي، احنا بدانا بس ببدايه خالص بالحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ثم الحاصلين على دور الاكاديميه من الاوقاف، خريج الاكاديميه الوطنيه للتدريب وجميع الائمه اللي تم افادتهم خلال شهر رمضان. وكل يوم بنعلن بعد ما تتم المقابلات وتتم الاستعداد، يوميا احنا بنعلن الاماكن والمشاركين في البرنامج الصيفي للاطفال،
فاصبح عندنا كم وتكثيف انشطه كبيره جدا في المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. عظيم. عندنا مقارئ وعندنا دروس وعندنا برنامج صيفي للاطفال، عندنا مكاتب تحفيظ، عندنا مجالس الافتاء، عندنا برضه لجان المصالحات الاسريه بالتعاون مع دار الافتاء ووزاره العدل، عندنا القوافل الدعويه مع الازهر الشريف، عندنا الامسيات الدينيه، هذا بخلاف القوافل اللي خارج المسجد في نشاط دعوي ملحوظ الحمد لله بفضل توجيهات معالي الوزير وجهود الساده الائمه ورغبه المجتمع المصري في العوده الى المساجد والى التحفيظ والى المقارئ والى المسجد مره اخرى. هل في حاجات مشابهه للاطفال يا دكتور هشام؟ حاجات مشابهه للاطفال. احنا عندنا برنامج حق الطفل. حق الطفل انطلق البرنامج الصيفي انطلق النهارده، وحق الطفل موجود وبيبدا من الساعه 10 صباحا حتى الواحده ظهرا. حلو. وده موجود في ائمه وموجود فيه واعظات كمان، ودول متخصصين في تبسيط هذه الامور لاولادنا الصغيرين. تمام. ده احنا برضه احنا مدينينهم، احنا عندنا اصدارات خاصه بالنشء فقط، وعندنا خاصه بالنشء، وعندنا مجله الفردوس، وعندنا قضايا خفيفه كده يعني تم نشرها وتفسير بسيط خاص، معاني مطالبات بسيطه برضه من خلال التحفيظ. فتم وضع برنامج ومنهج للائمه والواعظات بيمشوا عليه على اساس برنامج حق الطفل. حلو جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور هشام، كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف.